السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هلنا إن شاء الله نتسوع على واحد الحلقة اللي هي فريدة من نوعها، وهي دواء أو علاج تصمغ الأذن، اللي هو في الحقيقة عبارة عن جرب وتصمغ الأذن بالمجان، يعني علاج بالمجان. هالعلاج هذا راه أول مرة غادي نحطو على القناة ديالي إن شاء الله، وأول مرة على اليوتيوب. كاع الناس اللي كيخافوا من التصمغ، اللي مربين ديال الأرانب كيخافوا من تصمغ الأذن. اسمه التصمغ الأذن، وهو واحد القشرة كتكون في الأذن ديال الأرنب. هاد القشرة إلا بغى المربي يحيدها غير يعني يقشرها، كتأدي للموت الأرنب. علاش؟ لأن كيتجرح من ودنه، لأن ديك القشرة كتكون لاصقة مع اللحم، وكتبقى هذاك يعني الجرح كيبقى يلتهب، وكيتعاود عاوتاني داك القشرة فوق منه، وكتلتهب الأذن. وفي الحق أنا ما عنديش هاد المشكل هذا، ولكن بغيت نعرف الناس بأن الحل راه كاين وسهل. الحل اسمه هو، وهو في الحقيقة إلا بغيتو تشريو كتشريو هاد الرشاشة اللي ديما كنهضر عليها، سميتها بلو دو ميثيلان. هاي بلو دو ميثيلان، هاد الرشاشة كاينة كدير 35 درهم، كاين اللي كتجي غالية لأن هي خدامة، يعني كترشها واحد جوج رشات في الأذن ديال الأرنب. هي زرقاء بحال دايره بحال المداد، كتخدم، ولكن الثمن ديالها شويه غالي، 35 درهم هي يعني خدامه 100% اللي كتخدم. وانما كاين المربين اللي كيقول لك انا ما فيش في الاستطاعه ديالي انني ندير هاد 35 درهم. واخا اسمه هو الحل سهل وبسيط. انا غادي نهضر على زيت المائده. انا درقت هاد الزيت، يعني الاسم ديالها حاولت ندرقو باش ما نديرش اشهار شي زيت. هي عموما زيت المائده كما بغات تكون، بحال الاخوان ديالنا المصريين او الاخوان ديالنا الجزائريين ولا سوريا ولا تونس، كلهم يقدروا يديروا زيت وحده اللي ديال المائده اللي كتستعمل. كاين ما بين يعني بلد وبلد كتكون واحد الاختلاف في الاسماء. انا كنقول زيت المائده، زيت المطبخ العاديه هي اللي غادي تستعمل. حاولوا انكم هاد الرشاشه هذه دبروا، اما رشاشه بحال هذا الشكل، ولا ديك الرشاشه ديال الضوء الحمار، او ممكن تقدروا ديروها غير بواحد القطنه هذيك الزيت، وتكبوها في الاذن ديال الارنب. واحد السيد دار بحال هاد الرشاشه هذه، كانت دواء ديال الحمار، خواها كامله وعمرها شويه في الزيت، الزيت العادية ديال المائدة، وكيرش هكا جوج رشات فين في الأذن ديال الأرنب. ملي كيرش في الأذن ديال الأرنب، هذاك التصمغ الأذن مع المدة كيبقى يرطاب. مع المدة كونوا متأكدين إخواني أن هذاك الزيت كترطب هذاك القشرة اللي كاينة في عند الأرنب، وكي يبرى منها. إذا اسمو كيوقع ان هاد البلود ميثيلان هو كي اذا كما قلنا ان هاد البلود ميثيلان اسمو كيدير، هو في الحقيقه المره الاولى ملي كديروه الارنب كيبقى ينفض ودنيه بواحد الشكل، يعني بحال اللي كتحكوا داك الجهه ديال يعني التصمغ اللي عنده. ومع المده هاد البلود ميثيلان كيرطب هذاك الجرح، وكي يسدو وكيداويه. اما الزيت العاديه، يعني الزيت المائده، انا قلت لكم بلا ما نذكروا الاسماء، الزيت فلا ديال شي شركه ولا، حنا غادي نهضروا على الزيت المائده عامه. وهي انتم كما كتشوفوا، انتم كاع الدول راه عندهم نفس الزيت اللي كيتحط للطياب. انا غادي نكب واحد شويه وغادي تشوفوه بعينيكم. هانتوما هاد الزيت هادي عاديه، راه هي اللي كداوي، لان هانتوما هادي الا مشيتي تدرسوها في الاذن ديال الارنب، يعني ديك القشره اللي كتكون فيه، هي اما ديروها بواحد القطنه ودهنوا بها هذيك المنطقه، او ممكن انكم ديروا رشاشه
وديروا فيها هذا الزيت هذه وترشوا في وسط الاذن وكونوا متاكدين النهار الاول الثاني الثالث غادي يبدا يحيد هذاك الشيء لان سمك يوقع له كيبدا يرطب هو هذا الزيت كترطبوا لان شحال الناس القدامين سمو كانوا كيديروا بالنسبه للتسلخات التسلخات اللي كتجي الانسان ما بين الفخذين كيديروا غير الزيت العاديه كونوا متاكدين ان هذا الزيت راه كترطب هذيك التسلخات كذلك تصمغ الاذن راه بالتجربه واحد السيد كان عنده هذا المشكل ديال تصمغ الاذن في واحد الارنبه ام وكان خايف عليها انه غادي يسرح لها في الجسد ديالها كامل ولكن منين دار هذا الزيت يعني دارها بحال هذه الرشاشه هذه دارها في الرشاشه ورشها يعني الارنب في الاذن ديالها نهار الاول الثاني الثالث هذاك التصمغ ما بقاش كونوا متاكدين بلا ما تقشروا بيديكم ولا ديروا شي حاجه تبقوا تقشروا لا غير رشوا واحد جوج رشات في الاذن الاذن اللي مصابه وهاد الطريقه هذه راه كتصلح لتصمغ الاذن فقط اما بالنسبه للجراب راه عندي فيديو اخر اللي درنا فيه زيت العود مع اتشي هذاك راه الناس شكرونا على هاد 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 هاد, هاد الفيديو راه جاب واحد النسبه عاليه من المشاهدات وفعلا راه خدام كذلك هاد الفيديو ان شاء الله راه غادي ينال الاعجاب ديالكم يعني الجرب الخاص بالاذن يعني تصمغ الاذن راه خدامه هاد الطريقه 100% اذا الى عجبكم الفيديو الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جيم باش تسندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه